جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نجم الدين محمد حسن من السودان الخرطوم. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن السنن الرواتب، هل تكون القراءة فيها بالفاتحة فقط أم بالفاتحة ومعها سور أخرى؟ جزاكم الله خيرا. صلوات النوافل من رواتب وغيرها تقرأ فيها الفاتحة في كل ركعة، ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يعم النافلة وغيرها. نعم.